عرض مسلسل كرتون داني فانتوم في 2004 بسرعة بدأ جمهور كبير، واللي اليومنا هذا تقريبا بعد 18 سنة الجمهور باقي يطلب ريبوت. الكرتون فيه أشياء مظلمة، يعني بالله بس خذ نظرة على داني، الولد هذا نص شبح اللي يعني انه نص ميت، شيء غامض الكرتون أطفال خصوصا كرتون نيكلوديون، ولكن كلها تصير بطريقة مريحة وجاذبة للأطفال اللي استمتعوا عليها أطفال الألفينات. مع قول هذا الكرتون واللي داخله بدا نظريات غامضة لنا نحلها، وهذا اللي راح نتكلم عنه اليوم. قبل ما نبدا بالله بس المس الشاشة في المكان اللي يقول اشترك في مكمل حياتك يا حبيبي. معكم ريان ويلا نبدا. داني كان عنده اضطراب شخصية منقسمة، هل يقدر يكون داني عنده جهتين من نفسه؟ ولا ما راح ندخل في عالم القتال المتسلسلين. هذه النظرية تتكلم عن التغيير اللي يصير لما داني يتحول من ولد الى شبح، مش بس شكله الخارجي اللي يتغير لما يتحول شبح، ما تقدر تقول ان داني يعني نفس شخصيته اللي هو داني الشبح لما يكون طبيعي. يعني لو تشوف داني بس هو شخص خجول ويخلي كل أسراره لنفسه، وتقريبا ما حد يلاحظه في أكثر الحالات الاجتماعية أو يا شيخ في أي حالة. شباب وأنا أسجل يعني جاء الفطور فبفطر أجي. Approximately 10 hours later. ثاني شيء في سالفة إنه يعني خايف من الأشباح، حتى وأبوه وأمه يعني صايدين أشباح، كيف ما أدري. ولكن الآن شوف كيف شكله وأطباعه لما يكون داني الشبح، يكون شجاع وما يخاف، يعني زي ما تعرفون يروح يتضرب مع كل أشرار وكذا، وحتى حب يطقطق على أخوياه أكثر من أنه يسوي لما يكون داني العادي. واللي نشوفه هو أنه لما يكون داني يتحول الشبح يكون عنده أكثر من شخصية واحدة وأطباع وكل هذه الأشياء. ولكن إلى الآن الناس قاعدين يتناقشون إذا هو صدق يعني disorder أو يعني اضطراب أو إنه بس شيء من المسلسل، لأن بعض الفانز يقولون إنه شيء عادي، والبداية الجديدة لما يكون شبح يعطيه قوة أو شجاعة أكثر اللي كانت أصلا داخلة من قبل، وباقين يصدقون إن عنده مشاكل بسبب هذه الشخصيتين. لأن في نهاية اليوم من هو داني؟ الشخص الشجاع أو الشخص اللي يخاف بسرعة؟ الشخص الخجول أو الشخص الاجتماعي؟ داني فنتن أو داني فانتوم؟ أو في نهاية هذا كله ممكن داني بس يكون شخص يحتاج مساعدة نفسية؟ داني الشرير كان ناجح. على قول فلاد هو أخذ كل شعور داني اللي في المستقبل للأشياء إنسانية، كان متوقع أن الجهة اللي هي الشبح هو اللي أخذ هذه الأطباع، الأطباع اللي ما هي كويسة. ولكن يعني بس فكر فيها، وش لو كان يعني صار في جهة داني الإنسان؟ طبيعة داني الإنسانية كانت مصنوعة من أشياء ما هي كويسة، زي مثلا للشعور بالذنب والحزن. واحد من هذه الأشياء كان العاطفية اللي عنده، اللي شفناها لما كان خايف ومرعوب لما كل أهله وأخوياه ماتوا، كان يهتم لهم. ولكن الشعور هذا كان شعور من اللي تخلى عنها بلاد، والداني اللي خرج من هذه كان داني بدون أي مشاعر وأي حزن وأي عاطفية لأي شخص، الشيء اللي خلاه يشتبك بباقي البشر. فلاد كان يبغى داني يكون جهة الشبح، ولكن لما شال داني شال الجهة اللي تشبكه بباقي البشر زي ما قلت، وخلى داني ينشبك مع جهة فلاد الشبح اللي في النهاية خلاه يروح في 10 سنين من الهلاك والدمار. عشان داني الشرير كان النتيجة النهائية، كان باقي يحس انه داني العادي الولد. جهة الإنسانية كانت ضحية الأولى، وجهة داني الإنسانية كانت ما تقدر تحس بالسعادة، ولكن عنده مبادئ أخلاقية عكس داني الشرير، بس عنده السعادة والمرح اللي كان في داني الأول. النظرية هذه في رأيي مفهومة، ولكن تعطي نظر يعني جديد إذا بتتابع داني مرة ثانية لما تشوف الحلقات هذه اللي فيها داني الشرير. الأشباح ما هم أرواح بل هم كوابيس. وش لو يكونون كل الأشباح كوابيس بدلا من أنهم يكونون أرواح؟ إذا كل شبح يكون نوع من أنواع الخوف اللي يجي الأشخاص، ممكن يكونون الأشباح هذه كوابيس بعض الأشخاص اللي ميتين، لأن كل هذه الخوف قريبة الأشياء لها دخل بالعالم الحقيقي، فعشان يتعدون ويتخطون هذا الشيء اللي هم الأرواح لازم يخلون وراهم هذه الأخواف خوفات والله ما أدري. لكل خوف له شبح واحد، ولكن الناس اللي نص شبح نص شخص عادي زي مثلا داني ما يحسبون، لأنهم يعني يجون بطريقة مختلفة. هم الأشباح اللي ما لهم أي شكل أو فورم اللي يكونون نوع من أنواع الأخواف أو الخوفات. أوكي راح نسميها خوفات عشان المقطع والله ما أدري، إذا عرفتوا شيء يعني اكتبوا لي في الكومنتات. وإذا كان هذه الأخواف أو الخوفات لها وزن عاطفي وباقي يتذكرونها بعض الأشخاص، راح يصيرون الأشباح ضعيفين. الحين كيف هذا كله يشتغل؟ تتذكرون الخدامة اللي كانت تعطيهم أكل والشبح حقها؟ هي كانت تتمثل الأطفال اللي لهم خوف من النساء اللي لهم يعني السلطة، ممكن عشانها كانت يعني صارمة وما تتهاون، أو ممكن عشانهم كانوا طيبين مرة. هذا يقدر يساعدنا في فهم ليش هي كانت تتغير يعني أطباعها بسرعة، وهذا الشيء يقدر حتى يتطبق على الشبح حق راعي الكراتين اللي أتوقع كلكم عارفين كان يمثل خوف الأماكن الضيقة ولا كلوستروفوبيا. كرتون كبير أكيد راح يخوف بعض الأطفال،
تخيل انك تكون محبوس فيها. Beware! I am the box ghost! وهذا يصير تقريبا كل شبح في عالم داني فانتوم يمثلون نوع من انواع الخوف. تيمي ترنر هو داني فانتوم. النظرية هذه متأكد اللي خلتكم تدخلون على المقطع، والنظرية هذه اللي خلتني اسوي المقطع. كوزمو وواندا لازم يروحون من عند تيمي لما يصير عمره 13. فايش يصير لتيمي بعد ما يروحون كوزمو وواندا؟ النظرية هذه تقول ان قبل ما يتحول تيمي 13 طلب كوزمو وواندا انه يصير بطل خارق يقاتل الاشباح، ويعني نفس داني فانتوم، ومن بعدها عالمه كامل يتحول لعالم داني فانتوم. وكثير من المشاهدين وضحوا ان تيمي يشبه داني كثير، وحتى كيف اصحاب تيمي اللي كانوا في مسلسله يشبهون بعض الاشخاص اللي في داني شبه. تشستر يشبه داش، اي جي يشبه تاكر، وتريسي تشبه بولينا. ولكن باقي يعني شيء غريب ان طفل يتمنى انه يكون مخلوط ما بين شبح وولد، كأنها سأل يعني اوه ابا اكون ميت بس يعني مو بكامل. ولكن هو كرتون اطفال يعني في النهاية اي شيء يقدر يصير. فلاد هو في الحقيقة ابو داني فانتوم. في البداية بتقول وات كيف ها؟ فلاد وداني شوي وتفهمون. في كثير من الادلة اللي تقدر تساعد هذه النظرية. فلاد ما يهتم وعادي عنده انه يقعد يتغازل مع ام داني ويطلبهم انهم يتكون عنده او يعيشون عنده في بيته. في بعض الحلقات شفنا ان ابو وام داني اللي هم مادي وجاك كانوا بعض الاوقات يتخاصمون، واللي أدي في مادي إنها تخرج من البيت لبعض الأيام. يعني من الممكن إنها سكنت مع فلاد ولكن ممكن بعدها خلاص أقنعت نفسها إن الشيء هذا مو كويس وتحاول تنساه. ولكن لحسن حظها إن فلاد وحتى جاك عندهم عيون زرقاء. هذا حتى ممكن يشرح لنا ليش فلاد ما قتل داني لما نعرف حقيقته وشخصيته الأصلية اللي هو يعني داني فانتوم اسمه الأخير الصدقي ترى اللي ما يعرفون. لان انا اصلا ما كنت بعرف، كنت احسب من فانتوم اوكي خلاص. وحتى كان في اكثر حالات يسميه سن واللي معناته يعني ولدي. في اكثر من حالات يعني مدري صارت الدرجة غريبة. وحتى ما راح نطنش الجملة اللي قالها فلاد المادي، قال ادري انش تعبانة لازم تشيلين ارهاق هذيك الغلطة اللي صارت من زمان. وش رايكم كانت الغلطة هذه؟ you must be exhausted carrying the weight of that mistake you made years ago. وش في رايكم كان افضل حلقة لداني فانتوم او افضل نظرية لكم في هذا المقطع؟ قبل ما تخلص المقطع لا تنسى الاشتراك. والحين راح نبدا في اسامي المنتسبين، واذا انت ما انت بعرف ايش الانتساب والله تعبت وانا اقولها، روح للرابط وبتفهم. بالاختصار يجيك مقاطع ثانية لكم بس وبعض الاشياء الاخرى. يلا نبدا بالاسامي. وشكرا يا تركي ريف 12.12 فارس 1.3.10 مؤيد ANK عبود الجعفر عبد الله TFY6 بارود WWSDX عزوز تونز معاوية الوحيدي نينجا بوي قبرص AV سعود AKH طلال 777 وجوي R. علموني إذا تبغون مقاطع أكثر عن داني فانتوم أو أي أحد الكاراتين الثانية. إن شاء الله استمتعتوا في مقطع اليوم ومع السلامة. هو شبح.